هذه سنة 78 و79، كانت الجزر الوسطية فيها أشجار معمرة مقابل بيتنا، فكان عندي بيت فوق بالشجرة، شجرة عالية حوالي 15 متر. شلون بيت يعني؟ مسوي لي مكان أنا هناك أستلقي بيه يوميا، نقطة أراقب على أراقب الوضع العام للمنطقة. إيش قد كان عمرك بهاي الفترة؟ يعني متحول من السادس الأول متوسط، يعني 10 سنين تقريباً. 11 سنة هيك يعني. هاي من الذكريات، هاي دليل على إنه أنت كنت دائماً حرك. أي لا أحد. بعدين اكتشفوا البيت. يعني كان ينطبق عليه مثل نوم الظالم عبادة، ليش كنت مدمرهم؟ والحمد لله الآن يعني أصبحت برجع عند عائلتي، وهذا شيء مهم. أختلف عن الباقين تماماً عن الأخوة والأخوات. أنا عندي 2 أصغر مني و5 أكبر مني. كنت أختلف، وكانت عندي ميول وجنوح للتقليد والحركات الفنية وغيرها. فكان هاي من الصغر يعني. كان الكل يقولوا لي أنت تصير ممثل أو تروح بمجال الفن. وفعلاً أول يعني كانت في ذلك الوقت كان أكو اهتمام كبير بالشباب، يعني كان هناك دور الثقافة والفنون، كان دار الثقافة والفنون بالنجف إضافة إلى الطلائع إلى الفتوة. صحيح أنها مؤدلجة لكن كانت تحتضن الشباب. في دار الثقافة والفنون كان هناك عديد من الأشياء اللي ممكن نمارسها كهواية. هناك الموسيقى وتجهيز كامل للآلات الموسيقية، هناك ورشة النجارة، ورشة الحدادة، ورشة يعني كان تحتضن جميع الطاقات. فحقيقة وجدت فيها ضالتي في ذلك الوقت. يعني كانت تجي سيارة تأخذنا يوميا نروح للمركز ونمارس نشاطاتنا الفنية.